السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. خطوات طلب مساعدة مالية من محمد بن سلمان من أي مكان في العالم. إليكم التفاصيل متابعين لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة في عز الاشتراك، ولا تنسونا بدعمكم بلايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد إليكم. خطوات طلب مساعدة مالية من محمد بن سلمان من أي مكان في العالم، حيث يوجد الكثير من المحتاجين للمساعدات المالية داخل أراضي المملكة العربية السعودية، يريدوا أن يعرفوا كيفية طلب الحصول على المساعدات المالية من محمد بن سلمان، لأن تلك المساعدات يتم تقديمها للآلاف من المحتاجين سواء كانت مساعدة علاجية أو مالية. لا يبخل الأمير محمد بن سلمان في توفير معيشة وحياة كريمة لأهل دولته الأحباء، وتحقيق وتوفير لهم كل ما يحتاجونه من ملبس ومسكن ومشرب ومأكل، كما يأتي الديوان الملك السعودي بوابة الأمن والأمان لجميع أهل وسكان المملكة العربية السعودية من كل الأعمار، أبناء أو آباء وأمهات. وفي هذا الفيديو يتم معرفة الحصول على المساعدات المالية وطرق التواصل مع مكتب الأمير محمد بن سلمان والديوان الملكي. خطوات طلب مساعدة مالية من محمد بن سلمان من أي مكان في العالم. متابعينا، لو عجبكم الفيديو يا ريت يا جماعة نعمل لايك ونشترك في القناة. يبحث الكثير من أبناء السعودية عن آلية التقديم بطلب مساعدة مالية من الأمير محمد بن سلمان، والتي تتم عن طريق كتاب الطلب يوضح نوع المساعدة والظروف الحياتية. فدائما يقوم الأمير محمد بن سلمان بتحقيق الأمان وتقديم العون للشباب والأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة. يتم تقديم الطلب كالتالي: في نصف السطر كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وأسفلها كتابة تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدها من أول السطر تكتب: إلى خادم الحرمين الشريفين، أتقدم إليكم بخالص التحية والتقدير بكتابة ذلك الرسالة العاجلة. ثم تقول: وذلك من أجل الحصول على مساعدة مالية لشخصي ولبيتي، فنحن نعاني من أزمة مالية، وتقوم بذكر السبب والذي قد يؤدي بي لدخول السجن وضياع أسرتي، فنحن في أمس الاحتياج للمساعدة منكم لإنقاذي الصعود بي لبر الأمان لما نحن به. ثم تكتب: عليكم خالص الشكر والاحترام، وتذكر مقدم لسيادتكم المواطن، اكتب اسم ورقم الهوية ورقم التليفون والعنوان، وعليكم معروض طلب مساعدة مالية رقم تليفون مكتب الأمير محمد بن سلمان. يمكن الاستعلام عن طلب المساعدة المالية والتقديم وارسال الورقيات من خلال عدة وسائل مختلفة، منها على سبيل المثال أرقام الهواتف التالية: رقم الاتصال الأول 8004 6 أصفار، هاتف الاتصال الثاني 92003003، الرقم الثالث 92002220. طريقة إرسال برقية لولي العهد: استطاع الكثير من المواطنين الذين ينطبق عليهم معايير طلب المساعدة أن يقوموا بإرسال برقيات إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن طريق اتباع عدة خطوات بسيطة جاءت كالتالي: الاتصال برقم 969 من الهاتف، الضغط على رقم 1، التواصل مع خدمة العملاء، ومن ثم تسجيل البيانات. شروط مساعدات محمد بن سلمان للزواج: كشفت مبادرة محمد بن سلمان على مجموعة من الشروط والضوابط للحصول على المساعدات المالية للمتزوجين، أبرزها: يجب أن يكون المتقدمين للحصول على الدعم يحملن الجنسية السعودية، لا يتجاوز عمر الزوج 40 عام ولا يقل عن 21 عام، أن لا يقل عمر الزوج عن 18 عام، لا يتجاوز دخل الزوج 4000 ريال سعودي، على أن لا يكون المهر المقدم للزوجة يزيد عن 50000 ريال. خطوات تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي: تتم آلية التسجيل في مساعدات الديوان الملكي عن طريق اتباع الخطوات التالية: الدخول على رابط موقع الإمارة، اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، 3 سجل البيانات والمعلومات المطلوبة التي أهمها اسمك والبريد الإلكتروني، 4 اكتب بشكل بسيط طلب المساعدة مع ذكر الأسباب، 5 بعد الانتهاء من تسجيل البيانات عليك بالضغط على رسالة الطلب. كم يستغرق مدة رد الديوان الملكي السعودي المساعدات؟ العديد من المواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية يبحثون عن التعرف على المدة الزمنية التي قد يستغرقها الديوان الملكي السعودي للرد على طلب المساعدة الذي تقدم به المواطن الراغب في الحصول على المساعدة المالية والعينية. وكشف الديوان الملكي السعودي أن المدة الزمنية التي يتم فيها الرد لا تقل عن 4 أشهر. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.